بتقول انه بيعطس على طول الصبح، ده دي حساسيه في الغالب. العطس المستمر الصبح او لفترات طويله ده كل يوم، ده احد انواع الحساسيه، وبيكون على فكره من غير حتى ما يتعرض المريض ده لحاجه، لانه في نوع من الحساسيه، وده اللي كنا هنكمل بيه كلامنا بعد شويه، بيكون في عيب في الشعيرات الدمويه واتصال الاعصاب بيها، الاعصاب اللي بتغذي الشعيرات الدمويه جوه الانف، في خلل ما بيخلي الشعيرات الدمويه دي والغدد اللي بتفرز المخاط تفرز المخاط اكتر، فده بيؤدي لنوع من الحساسيه. بمجرد ان الشخص يقوم الصبح من النوم او يرفع من عليه الغطاء اللي هو متغطي بيه ويبتدي يتحرك، يجيله نوبه عطس قد تمتد ل 5 دقائق او 10 دقائق. فهنا بنقول انه دي احد انواع الحساسيه اللي نتعامل معها زي ما قلنا بالادويه، وغالبا النوع ده بيستجيب للأدوية كويس.